مطار كابول اليأس يدفع عائلة إلى التخلي عن طفل أو طفلة ليحظى أو تحظى بفرصة عيش حياة جديدة. عشرات آلاف الأفغانيين يطمحون إلى ترك بلادهم ولو على نحو غير عقلاني كالتعلق بعجلات طائرة، ما يحكي الكثير عن دوافع الناس للجوء إلى بلاد غريبة بحثاً عن حياة أفضل أو هرباً من حرب أو اضطهاد أو عنف، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكما أسبابه تتعدد أشكال اللجوء وكلها خطرة، ذاكرة العالم زاخرة بمشاهد للاجئين غارقين في المياه أو محتشدين في ظروف غير إنسانية على حدود دول قد تقبلهم أو ترفضهم لهذا السبب أو ذاك. لقبول اللجوء أو رفضه معايير وظروف معقدة سياسية أو إنسانية، كما في موجة لجوء السوريين إلى أوروبا عام 2015 وأيضا لجوء الأفارقة عبر ليبيا إلى أوروبا بعد انفلات الوضع الأمني فيها. والآن أفغانستان، منظمات حقوقية وإنسانية تطالب العالم باستقبال لاجئيها ومنع تحول أوضاعهم إلى مآس. وهنا مصالح دول العالم تحدد مواقفها. تركيا مثلاً التي استقبلت مئات ألاف اللاجئين السوريين أو سهلت عبورهم إلى أوروبا لا تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين. آنذاك استقبلت أوروبا مئات ألاف اللاجئين السوريين عبر البوابة التركية. كانت أنقرة تسعى للضغط سياسياً على القارة العجوز، ولكن الدول الأوروبية استفادت من اللاجئين وجلهم من الشباب لضخ دم جديد في عروق شعوبها. أغلب دول أوروبا لم تحسم موقفها من استقبال الأفغان بعد، بينما تستعد البحرين لتوطين أعداد منهم في مسعى منها لتغيير ديموغرافيا البلاد وفق مراقبين. وفيما تحذر الأمم المتحدة من ترك اللاجئين لمصائرهم، بدأت دول الجوار الأفغاني بالاستعداد لاستقبال موجات منهم مع تضعضع الأمن في بلدهم الواقعة في قلب شرق آسيا.